السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم مادة الرياضيات للصف الثاني متوسط. وصلنا إلى قسمة مقدار جبري على حد جبري، صفحة 64 من المنهج الجديد. أول شيء رح ناخذ قسمة حد جبري على حد جبري. في الدرس السابق أخذنا ضرب المقادير الجبرية وعرفنا بالضرب نستعمل خاصية التوزيع، وبالنسبة للمتغيرات عند الضرب تجمع الأسس. زين، بالقسمة شو نسوي؟ نقسم الأعداد طبعا نختصر بين البسط والمقام، وبالنسبة للمتغيرات عند القسمة تطرح الأسس. طبعا وهذه أخذناها وين؟ بقواعد الأسس. عرفنا أنه عند القسمة تطرح الأسس للأساسات المتشابهة. زين، هسه هنا شو عندنا؟ قسمة حد جبري على حد جبري، يعني هذا عندنا حد وهذا عندنا حد، بيناتهم قسمة. فأول شيء هذه الأعداد أقسمهم، وبعدين هذه المتغيرات عند القسمة تطرح الأسس. فهنا أقول يساوي، هنا عندي الأعداد 8 وهنا عندي 6، بيناتهم اختصارات؟ نعم بيناتهم اختصارات، راح أختصر على 2. هنا عندنا هاي الستة كمرة بها 2 بها 3، وهنا عندنا 8 كمرة بها 2 بها 4. إذن إيش راح يصير هنا؟ راح يصير 4 على 3، هذا نتيجة الاختصار الأعداد. هسه نجي للمتغيرات. عند القسمة تطرح الأسس، يعني أنزل واحد من الأساسات وأطرح الأسس، أنزل وحدة من عندهم وأطرح الأسس، راح يصير 7 ناقص 5. زين، هنا عندنا هذه الواي وهذه الواي، أنزل وحدة من عندهم وأطرح الأسس، راح يصير هنا 4 ناقص 3. صار واضح؟ ويساوي هنا 4 على 3 ينزل. هسه هنا عندنا هذه الاكس، اطرح 7 ناقص 5 هو 2، فراح يصير اكس اس 2، والواي هنا 4 ناقص 3 هو 1، فهذا الواحد ما حاجة اكتبه. اذا الناتج النهائي هو 4 على 3 اكس تربيع واي. صار واضح؟ نجي للمثال الثاني. هنا كذلك عندي قسمة، فهنا أختصر بين البسط والمقام، هنا عندي 12 وهنا عندي 4، أقسمهم على 4، هذه بها 1 وهذه بها 3، إذا 3 على 1 شقد هو 3، فراح أقول هنا 3. زين، هسه هنا عندنا المتغيرات، أنزل وحدة من عندهم، هنا عندنا أي أس 5 وهنا عندنا أي أس 4، أنزل وحدة من عندهم، وعند القسمة تطرح الأسس، هنا نقول 5 ناقص 4. زين، هنا عندنا البي وهذا البي، أنزلهم، أنزل واحد من عندهم وأقول هنا 2 ناقص 2 هو 0، طبعا راح يصير 2 ناقص 2 هو 0. إذا هنا أقول يساوي، هذه 3 تنزل، هنا عندنا الأي، 5 ناقص 4 هو 1، فهذا الواحد ما حاجة أكتبه. زين، هنا عندنا البي، البي 2 ناقص 2، 2 ناقص 2 شي يساوينا؟ يساوينا 0، يعني بي أسه 0 شي يساوينا؟ يساوينا 1، فهذا الواحد أصلا ما حاجة أكتبه بعد، أصلا ما حاجة أكتبه، يعني هنا نقول 3A هو الناتج النهائي. صار واضح؟ أو هنا شو تسوون؟ تختصرون، يعني هنا عندنا البي أسه 2 وهنا عندنا البي أسه 2، هذه مو متشابهة، فهنا شنو؟ أختصرها، أختصرها رأسا، فما حاجة هنا يعني أكتب بعد بي 2 ناقص 2 أو بي الصفر يساوينا 1. فهنا حسب المدرس، أكو مدرسين عادي يقبلون مثلا رأسا تختصرون وما تكتبونها بالناتج، وأكو لا مثلا يردونها بالتفصيل، يعني شلون هنا صارت صفر وشلون انحفت. صار واضح؟ هنا عندنا النقطة الثالثة، هنا عندنا جذر 16 على 4. طبعا أول شيء هنا عندنا هذا الجذر هو مربع كامل، يعني أقدر أطلع من تحت الجذر. جذر 16 هو 4، لأن جاني من 4 في 4، إذا راح يصير هنا عندنا 4 على 4، 4 على 4. هسه هنا نقول R أس 2 و V أس 2. زين، وهنا عندنا RV يساوي، هسه هنا عندنا 4 على 4 شي يساوينا؟ طبعا يساوي 1، اختصرهم، هذا يساوي 1، فهذا الواحد اصلا ما حاجة نكتبه. هسه هنا عندنا المتغيرات، شنو ظل عندنا؟ هنا عندنا R وهنا عندنا R، فانزل وحدة من عندهم واطرح الاسس، هنا عندنا 2 ناقص 1 هو 1، فكذلك ما حاجة اكتبه.
وهنا عندنا ال V وهذه ال V أنزل واحدة من عندهم، وهنا نقول 2 ناقص 1 هو كذلك 1، فما حاجة أكتبه. إذن الناتج النهائي هو R V. R V أعيدها هاي شلون صارت. هنا عندنا 4 على 4 أختصرهم هو 1، فهذا يروح يعني ما حاجة أكتبه. هنا عندنا R وهنا عندنا R، أنزل واحدة من عندهم وأطرح الأسس، 2 ناقص 1 هو 1، كذلك من كتبه. وهنا عندنا ال V وهذا ال V، ال V أنزل واحدة من عندهم وأطرح 2 ناقص 1 هو كذلك 1، وهذا الواحد من كتبه، فالناتج النهائي هو R V. هنا عندي شنو؟ عندي قيمة مطلقة، فأول شيء أتخلص من القيمة المطلقة. يعني شنو؟ يعني إذا عندنا جذر أتخلص من الجذر، إذا عندنا قيمة مطلقة أتخلص من القيمة المطلقة، وبعدين يلا قسم. فهنا عندنا هاي القيمة المطلقة لسالب 30 هو 30، وهنا عندنا هذه العشرة تنزل. هذا شنو؟ هذا بالنسبة لي بالنسبة للأعداد. زين، هسه هنا خليني أنزل المتغيرات حتى أختصرهم سوا. هنا عندنا أس 5 واي أس 8 وزد أس 5، زين. وهنا عندنا X أس 5 Y أس 6، زين يساوي. هسه هنا أكو اختصارات بين 30 وبين العشرة. نعم أكو اختصارات. هنا على 10 هذه بيها 1 وهذه بيها 3، يعني الناتج هو 3. الناتج هو 3، هاي بيها 3 وهاي بيها 1، فالناتج هو 3. زين، هنا عندنا X أس 5 وهنا عندنا X أس 5. طبعا هذه شنو؟ هذا راح يصير صفر، يعني X راح يصير صفر، فنختصر أحسن. هنا الواي ينزل، هذه طبعا واي أس 8 وهذه واي أس 6. 8 ناقص 6 هو 2. زين، هنا عندنا هذه الزيت، ماكو هنا زيت، فتنزل هي والأس مالتها، فراح يصير زيت أس 5. صار واضح؟ إذن راح يصير 3 واي أس 2 زيت أس 5 هو الناتج النهائي. يعني هذا الموضوع هو بسيط ومر علينا، إنه هذه الأعداد أختصرهم، وبعدين هذه المتغيرات أنزل واحدة من عندهم، وعند القسمة تطرح الأسس. طبعا هنا شلون يعني قسمة؟ ما دام خذ كسر بيناتهم إذا هو قسمة، فعند القسمة تطرح الأسس. هنا عندنا هذه الأكس أس 5 وأكس أس 5، 5 ناقص 5 هو صفر، فهنا ما حاجة أكتبه بعد، يعني أختصرهم رأسا. وهنا عندنا هذا الواي وهذا الواي، أنزل واحدة من عندهم وأطرح 8 ناقص 6 هو 2، وهذه الزيت ماكو هنا زيت، فتنزل هي والأس مالتها. هسه نجي إلى قسمة مقدار جبري على حد جبري. يعني شنو؟ هنا عندي مقدار، هذا مقدار جبري ما دام يتكون من حدين، بيناتهم عملية حسابية، إذا هذا مقدار، فراح أقسم هذا المقدار على هذا الحد الجبري. شلون أقسم؟ طبعا الحد الأول أقسمه بالمقام، والحد الثاني كذلك أقسمه على المقام نفسه. فهنا شو راح أسوي؟ راح أسوي كسرين، راح أسوي كسرين. هنا أقول 12 الحد الأول، 12 X أس 3 على 6 X، زين، زائد، لأن هنا شنو عندنا؟ عندنا زائد، فهنا أخلي زائد. والحد الثاني اللي هو 24 X تربيع، راح كذلك أقسمه على 6 X. صار واضح ويساوي؟ هسه هنا شنو؟ مثل طريقة القسمة، أقسم أول شيء الأعداد وبعدين المتغيرات، عند القسمة تطرح الأسس. فهنا أقول 12 على 6، طبعا أختصرهم على 6، هذه بيها 1 وهذه بيها 2، إذن 2 2. هنا عندنا X وهذه الX أنزل واحدة من عندهم وأطرح. 3 ناقص 1، لأن هذه بدون أس، يعني الأس مالتها 1، فصير 3 ناقص 1 هو 2. زين، هسه أقول زائد، راح أقسم الكسر الثاني. هنا على 6 هذه بيها 1 وهذه شقد بيها؟ بيها 4. زين، هسه هنا أقول 4 الإكس تقسيم إكس، أنزل واحدة من عندهم وأطرح، 2 ناقص 1 هو 1، فهذا الواحد ما حاجة أكتبه. إذا هنا أنا أقول 2 إكس تربيع زائد 4 إكس. هنا أنا أقدر أجمع بعد؟ لا، ما أقدر أجمع، لأن هنا عندي حدود مختلفة. فهنا عندنا قسمة المقدار الجبري ما تختلف عن الأمثلة الأولى. يعني إذا عنده مقدار يتكون من حدين أو من ثلاثة حدود، فكل حد أقسمه على المقام، كل حد أقسمه على المقام بكسر وحدة. صار واضح؟ وبعدين أختصر وعند القسمة تطرح الأسس. عندنا النقطة الثانية، هنا عندي مقدار يتكون من ثلاثة حدود،
فكل حد راح اقسمه على المقام. هنا اقول يساوي اول حد هنا عندنا اكس والستة واي تربيع، اقسمه على اكس تربيع واي. زين بيناتهم شنو؟ هنا عندنا بيناتهم طرح. نجي الى الحد الثاني اللي هي اكس تكعيب واي اس خمسة على اكس تربيع واي ناقص الحد الثالث ثلاثة اكس تربيع واي اس سبعة على اكس تربيع واي. هذه هنا قسمت كل حد قسمته على نفس المقام. زين هسه راح اقسم الواحد على واحد هو واحد فما حاجة ينكتب بعد. هنا عندنا اكس على اكس انزل وحدة من عندهم وعند القسمة تطرح الاسس ستة ناقص اثنين هو اربعة. زين هذه الواي انزل وحدة من عندهم واثنين ناقص واحد هو واحد فهذا ما حاجة ينكتب. زين هسه هنا اقول ناقص، هنا ما عندي معامل فاقسم المتغيرات. هنا عندنا انزل الاكس واقول ثلاثة ناقص اثنين هو واحد، والواي انزله اقول خمسة ناقص واحد هو اربعة. زين ناقص هنا عندنا ثلاثة على واحد هو ثلاثة، انزل الاكس واقول اثنين ناقص اثنين طبعا صفر، هذا اقدر اختصرهم رأسا فهنا ما اختصرته فراح تصير خطوة جديدة. والواي على الواي هنا انزل وحدة من عندهم وسبعة ناقص واحد هو ستة. زين هسه راح اسوي خطوة جديدة حتى شنو؟ حتى احذف الاكس الصفر، لان اكس الصفر هو واحد فما حاجة نكتبه. فهنا راح يصير اكس اس اربعة واي ناقص اكس واي اس اربعة ناقص ثلاثة واي اس ستة. صار واضح؟ اذا هذه طريقة قسمة المقدار الجبري على الحد الجبري، اقسم كل حد على نفس المقام واطبق قاعدة انه عنده القسمة تطرح الاسس.